السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الله يجزيكم بخير، يعني هذا الأمر واقع حاليا في مليليا بالنسبة الجالية وعملية مرحبا اللي كيتظاهروا بها واللي كيكذبوا علينا بها. فهاد الناس المسؤولين هنايا في مليليا كيتضربوا بعرض الحائط كل الإرشادات السامية صاحب الجلالة محمد السادس، وكل عملية برنامج عملية مرحبا هما كيتحداوه. تخيل الإخوان حنا هنايا في الشمس بوليداتنا في هذا الباركينغ هذا بوليداتنا، وكنعانيو من هذا الشمس والحر، وستة سوايع سبعة سوايع باش تطبع الباسبور. كاين بعض الناس اللي البارح دخلوا مع السادية الصباح ما خرجوا حتى السبعة ديال العشية. اللهم هذا منكر، اللهم باش غنخرجوا للمغرب يوم الفجر وحنا جالسين هنايا. أنت تشوف شحال ديال الناس، قال لك الديوانة ديال المغاربة فيها غير واحد اللي كيطبع، وقولوا لهم تصيفطوا لنا غير داك القياس اللي بغاو هما. البارح الناس ضلوا هنايا من 9 ديال الصباح ما خرجوا حتى ل 11 ديال الليل. شوف هنايا غير الخلا، حتى بنادم الا احتاج غير الطواليت حاشاك ما عندوش فين يخرج. ها شوف دابا هادو هنا يبقاو هنا حتى الليل، ما عرفت سموها هادشي. شوف كاين الناس اللي عندهم الاطفال والاخر، سبحان الله كيقول لك لا بوليسيا ديال مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيث ما يسمع المتابعين ديالنا داخل وخارج الوطن، واحد تحية كبيرة إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو ما نتحدث بريفية وبالعربية، ونوصلوا هذه الرسالة، والرسالة غتوصل بكم باللايك ديالكم، لأنه لكل بداية نهاية، وبداية أو نهاية معاناة الجالية متى ستنتهي؟ الدخول من المعبرين سبت ومليليا كانت معاناة كثيرة من طرف الجالية. قبل ما نشوف هذه الفيديوهات اللي توصلنا بها سواء من المعبر ديال مليليا أو سبتة، غنتحدثوا الخوت على هذا المشكل، أنه فتح معبر واحد سواء في مليليا أو سبتة والضغط الكبير، وفي أيام نهاية الأسبوع الأكثرية في الجمعة والسبت والأحد، وهذا الاكتظاظ هذا الازدحام زيد عليه أنه كيقولوا الجالية أنه الجانب المغربي كيكون فقط واحد اللي كيتبع، والجانب الإسباني رماو الجالية. ملي غنتحدثوا عن أنهم رماو يعني في المصطلح يتم ذي السمان وهو نضان، أنه الساس تندي تحتها، حطوهم في واحد الجيه ما كاين لا مرافق لا حتى شي حاجة. وهنا غنسلط الضوء على السلطات الإسبانية، أنهم كترحبوا بالجالية ملي غيوصلوا لمليلية أو سبتة، كتحطوهم في واحد البلاصة ما كاين أدنى مرافق، ما كاين لا لي تواليت لا كذا لا كذا لا كذا، يعني في الشمس. هيث ما دي السماء ذان تتنتقاد السلطات الإسبانية، وهيث ما ثناب خميد غيسن غان مريتش ثانتي هيث ما دي السماء ثابرتي خصت نصيوض وانخزا في فيديوهات مرة يزين توصل زي مريتش دسبتا واتتوت شعفكم ليلايك مزيس ليلايك نوام انصيوض على الأقل ثابرتها، سواء الجانب المغربي يجي يجن معاناة تيم قرانين على الروتار يجن بيروها يضبعان، كذلك الجانب الإسباني ينطان هيث ما ثناغي تلسان جمادي ومان ذي تحتها حشكم لا طواليت والو تغيمان كيجن تحتها وها لا مرافق لا والو، تغيمان 12 14 ساعاتين تشد يسن تفوش، وفي الاخير قانش لا نشي نواجه منهم غنقواه قانور مال مهنو قصغ دغاوم قصغ تستن عاشين وظين الطابولي تحتها وها ساسي كيج ممشان على الاقل بين قوسين هتفديس المرافق ما رضيني ضغط قاديني ضغط انو تستدف التمنية قوى جبو صيغ دباطر ما جيتش مجانا سواء السبتة او مليليا باش تحطني في واحد البلاصة نستنى خمسة او سبعة او عشرة او 12 ساعة في الشمس ما كاين حتى شي مرافق. وهنا كذلك الطالب الجالية اي الخوت بلا احنا تحدثنا على هذاك الشيء قبل، بلا انه فتح معبر
واحد غيدير مشاكل. اي ثم هذه سمعتوا غنسيو القاس قباب انه يجمع عظام طواطوها غيخلق عده مشاكل، والمشاكل البدايه ديالها مع بدايه عمليه مرحبا. لي باتو بداو كيدخلوا او الباخيرات بداو كيدخلوا سواء المليليه او سبته، ومع حنا عارفين بالله العطله اللي غياخذوها التلاميذ في مليليه وسبته الجاليه اللي مقيمه تما كتخرج حتى هي المغرب، وكيوقع الازدحام نظرا انه معبر واحد كيتفتح. هنا السلطات الاسبانيه يعني كتقول بلا الجانب المغربي هناك تاخير من ناحيه انه كيكون مثلا فحقت واحد يعني واحد البلاصه اللي كيتبعوا فيها او جوج بلايص فقط، وهنايا كذلك عاود السلطات المغربيه كيقول لك لا راه كذا راه كذا. يعني اذا هذه السمات تقول ان ننتقد سنينيتسن سواء الجانب المغربي او الجانب الاسباني ديال المرحله، سمعني انه نطالب ان شاء الله تعالى اعلى سلطه ديال البلاد يتحبن الشعب الناس وتحبن الجاليه من اجل تدخل ديال القضيه على الاقل هذه اللي نتصل مشان حما سنطبعا واذا انت تعاود نسكواد ايش نتبراتي الجانب الاسباني حما تفايث مثلا غير تسنج الماضي ومان قواش تنشا وزيد نشا حما في نطنطاد كيش نتحتها ودي سنتود تفوش تاع 24 ل 24 ساعه. المهم انا خزاتي ما يسمع في بريتينا هادي وسين زمري شل سبتا وتتوثبوا لايك من زيز زيوم اطو التبرتنينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش غنخرج للمغرب يوم الفجر وحنا جالسين هنايا انت شوف شحال ديال الناس، قال لك الديوانة ديال المغاربة فيها غير واحد اللي كيطبع وقولوا لهم تصيفطوا لنا غير يعني غير داك القياس اللي بغاو هما. البارح الناس ضلوا هنايا من 9 ديال الصباح ما خرجوا حتى ل 11 ديال الليل. شوف هنايا غير الخلا، حتى بنادم الا احتاج غير الطواليت حاشاك ما عندوش فين يخرج. ها شوف دابا هادو هنا يبقاو هنا حتى الليل ما عرفت سمو هادشي. الله يسهل وبركاته الاخوان الله يجازيكم بخير. يعني هذا الامر واقع حاليا في مليليا بالنسبه للجاليه وعمليه مرحبا اللي كيتظاهروا بها واللي كيكذبوا علينا بها، فهاد الناس المسؤولين هنايا في مليليا كيضربوا بعرض الحائط كل الارشادات الساميه صاحب الجلاله محمد السادس، وكل عمليه برنامج تاع عمليه مرحبا هما كيتحداوه. تخيل الاخوان حنا هنايا في الشمس بوليداتنا في هذا الباركينغ هذا بوليداتنا وكنعانيوا من هذا الشمس والحر و 6 سوايع 7 سوايع باش تطبع الباسبور. كاين بعض الناس اللي البارح دخلوا مع 6 ديال الصباح ما خرجوا حتى 7 ديال العشيه. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. يعني هاد الناس كنوجه لهم نداء الى ما معترفينش بهاد نقطه العبور يسدوها بمره، ما يخليوش الناس حتى يجيو هنايا كما كنقولوا حنايا يستفزون بهذه الطريقه هذه. فلما كنسولوا الشرطه الاسبانيه كتقول لك بان المغرب عندهم واحد اللي كيطبعوا هما اللي عندهم هما اللي كيتحملوا المسؤوليه نتاع هذا التاخير هذا. فلهذا حنا كناشدوا الجهات المسؤوله والوزاره الوصيه بالجاليه المغربيه بان هذا منكر. السيارات لا تعد ولا تحصى، باركينغ كيف تقر ابسط المقومات نتاع معنى محطه، ما فيه مراحل، ما فيه ظل، ما فيه اشجار، ما فيه فين يجلسوا الوليدات في هذه الحراره تحت الشمس وتحت في هذا التراب هذا في هذه الحاله هذه كيجلسوا الوليدات ديالنا 3 سنين عامين 7 سوايع 8 سوايع باش يعانقوا الوطن ديالهم. اللهم هذا منكر، واذا كانت هذه عمليه مرحبا فهذه اكبر اكذوبه اخواني الكرام. الله يجازيكم بخير الناس اللي باغيين يجيو على مليليا يتوقعوا هذا السيناريو هذا ويضربوا له حساب، فهما كيستفزوا الناس باش ما يجيوش على مليليا يجيو على الناظور. لكن حنا كنقولوا لهم وكان نوجه لهم يعني واحد السؤال، علاش ما تكونش الاثمنه بحال علاش حنا كانت تكون نقطه الانطلاقه وحده ونقطه الوصول وحده، لكن الفرق هو مضاعف 3 مرات بين بنينصار وباب مليليا. لهذا الله يجازيكم بخير اخواني الكرام، يعني هذا حال الجاليه، هذه حال كاننا في السوق حتى سوق اسبوعي كتلقى فيه ما تاكل تلقى فيه ما تشرب، فهذا يعني ما شيء لا يوصف، شيء يعني حاله يرثى لها احبابي الكرام. لهذا الله يجازيكم بخير الناس اللي جايين على مليليا، هذا هو الحال. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف عنا هذا الهم وهذا الغم، يعني بعد العناء نتاع سنين من الاغلاق والناس جايه بواحد الحاله وجايه بواحد الفرحه، فبالتالي كيصطدموا بهذا الواقع. كيفاش غادي يقولوا وليداتنا على هذا الوطن؟ كيفاش غادي يقولوا وليداتنا؟ كيفاش غادي نزرعوا في ابناء ديالنا الوطنيه وحب الوطن اذا كان هذا الحال هذا؟ فانتم كتشوفوا الناس هربت بوليداتها، فين ما كان شي نقطه ظل كيهربوا الناس بوليداتهم وكيتبعوا الظل، لكن الان يوشك النهار ان ينتصف وينعدم الظل
والله المستعان. Vamos a hablar para los que paséis, tres como mucho, podéis volver tranquilamente. Pero aquí, hasta que la gente no esté en los coches, no se hace nada y se cierra la frontera. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. عمر جاو تاني شتو لاحظتو شوف شوف كل الناس اللي عندهم الاطفال والاخر سبحان الله كيقول لك لا بوليسيا ديال ماروكوس ايسو سيم مالو A ver cuánto tenemos coche. Mira, ahí tenemos niños, tenemos todo.